back to my channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. الفيديو اليوم راح يكون حول وصفة لتنقية البشرة وتفتيح البشرة وكذلك تفتيح لون البشرة والعناية بالبشرة وإزالة الرؤوس السوداء من البشرة. هذا أقوى ماسك لتفتيح البشرة وكذلك لتصفية وتنقية البشرة كيف ما قلت لكم. إذا كنتوا لسه مش مشتركين بالقناة روحوا الآن واشتركوا بالقناة، الضغط على زر سبسكرايب ولايك إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم اللي يعانون من هالمشكل لتفتيح وتنقية البشرة وإزالة رؤوس سوداء. كذلك لا تنسوا تضغطوا على الجرس مشان يوصلكم فيديوهاتي، كل ما نزلت فيديو راح يوصلكم شعار أني نزلت فيديو جديد. نبدأ. مكونات الوصفة كتير سهلة، مكونين سهلين. أول حاجة راح نحتاج جيلاتين باودر بدون نكهة على هذا الشكل، يجي شكله جيلاتين باودر. نحتاج ثاني شيء او راح نحتاج ماء الشمندر او البنجر، كل واحد اشنو كيسميه. في الدول الخليج كيتسمى الشمندر او البنجر، وفي الدول في المغرب كنسميوها الباربه. المهم في الدول الاخرى ما عرفتش شنو كيتسمى. المهم ماء الباربه او الشمندر او البنجر. غادي ناخذ هاد المكونين. اختاريت الكميه اللي راح استعمل بالنسبه للماسك. الناس اللي بغاو مكونات الماسك راح اتركهم لكم في صندوق الوصف، ولا تنسوا تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي. عم تواصل معكم، عم لوح روتيني اليومي بالستوري شو بعمل باليوم بالانستغرام. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، خليه لكم بصندوق الوصف. ولا تنسوا انكم تلايكوا الفيديو اذا عجبكم. بالنسبه لمكونات الوصفه، خديت هنا الكميه اللي راح استعمل من الباربه، بعدين راح اضيف ملعقه صغيره من الجيلاتين، وراح اضيف ملعقه اخرى صغيره من الجيلاتين. يا بنات ضفت الكميه الجيلاتين كلها مشان يصير الخليط على هذا الشكل. لما يصير على هذا الشكل نقوم ندخلوه على الفران او الميكروويف. يا بنات كيف ما قلت، لما يصير الخلطة على هذا الشكل نقوم ندخلوها على الميكروويف لمدة 15 ثانية. بعدين راح يصير يا بنات هذا هو الشكل النهائي للخلطة. لما خرجته من الفرن لازم ضروري يصير شكله على هذا الشكل. وبعدين يا بنات لما يصير على هذا الشكل نقوم نستعملوه. شوفوا الشكل يا بنات، ركزوا معي على الشكل، لازم ضروري يصير شكله على هذا الشكل. يا بنات الان نستعمل الماسك. الان الماسك صار جاهز، نتركه على البشرة لمدة لما يجف لمدة 10 دقائق او 8 دقائق لما يجف. هذا كان فيديو تبع اليوم. اذا عجبكم لا تنسوا انكم تشتركوا بقناتي، تشاركوا قناتي مع اصحابكم، تبارطاجيو، لا تنسوا تضغطوا على الجرس مشان يوصلكم فيديوهاتي مشان تشجعوني. وان شاء الله راح ننزل لكم وصفات كتير حلوه، فلوجات يوميات. انا عم وعدكم على هذا الشيء ان شاء الله ما راح تعطل عليكم. بزوات عليكم، خليت لكم الراحه. يا بنات لما يصير شكله على هذا الشكل نزيل الماسك. الماسك كتير مفيد للبشرة، ونتمنى يعجبكم. خليت لكم الراحة.